الموضوع اللي هنبدأ فيه اليوم اللي هو الطريقة الثانية لما نعمل traversing, visiting, searching نفس المفاهيم لكل النودز اللي موجودة عندنا في الجراف. في عندنا طريقتين, الطريقة الأولانية breadth first search اللي هي بنزوره level by level, والطريقة الثانية اللي هي depth first search واللي هي بنزوره back by back. لفي شوية مقارنات بين depth وبين breadth, بس أول شغلة بدنا نميزها إنه depth first search لازم الانبوت لك بيكون طبعا زي هذيك بيكون عباره عن جراف, بس ما بيكون عندك سورس فيرتكس. بالبريث بيكون في سورس فيرتكس, هون ما بيكون عندك سورس فيرتكس. شو معناها؟ معناها انه لازم تزور ايش, لازم تزور كل النودز اللي موجودين عندك. طيب كيف بتزور النود؟ انت بتنتقل من نود لنود بناء على كونسبت جدا مهم, انه النود كم مره بدك تزوره؟ مره واحده فقط. فكيف بدك تنتقل من نود لنود؟ الفكره الاساسيه عشان تنتقل من نود لنود, اكيد رح تنتقل للنود اللي بيكون ايش؟ ادجسنت لك. شو يعني ادجسنت لك؟ يعني في ايدج من النود للنود الثاني حتى اقدر ايش؟ حتى اقدر اني انتقل لهذا النود. الفكره الاساسيه اللي موجوده في الديبث فيرست سيرش انه اكسبلور ذا ايدجز تو ديسكفر افري فيرتكس ان دي ستارتنج ات ذا موست كرنت فيزيتد نود, هي واحد. والسيرش ميد ريبيتد فروم مالتيبل سورسز, هاي بتبين لك انه ما في عندي سورس واحد, لازم يكون مالتيبل سورسز. في الاخير لازم تزور كل النود. بس شو قلتهم to discover every vertex starting at the most current visit node؟ نعطي مثال بسيط جدا عليه. لو قدامك هاي الجراف اللي موجودة وانت بتقدر تبلش من وين؟ من اي نود. اوكي؟ فلو انا بدأت من النود واحد, بدي ابدأ من هذا النود, مين النود اللي adjacent لإلي؟ بقدر اروح على خمسة وبقدر اروح على مين؟ على ثلاثة. فلنفترض انك اخترت الثلاثة, فمعناته هذا هو طريقك كان. شايفين كيف انها باك باي باك؟ يعني من واحد لحد لمين؟ انتقلت لتنين. هلا بوقف الواحد, ببطل الواحد الروت بالنسبه لإلي, بصير مين الروت لإلي؟ كل تفكيري مين الادجسنت للتنين. طب امتى برجع للواحد؟ هذا بحكي لك امتى برجع للواحد. مين الادجسنت للتنين؟ الادجسنت ليك الكل الاربعه, لانه الادجسنت الاتش بيكون طالع مني لمين؟ لهذا النود. مين الادجسنت لإلي؟ النود الثاني الادجسنت لإلي اللي هو مين؟ اللي هو الخمسه. لاحظ بطلت التنين هي الروت, صار مين عندي الروت؟ الخمسه. خمسه في حدا ادجسنت لإلها؟ لا. نرجع رجوعا لمين؟ لاول نود للبيرنت او للنود البيرنت اللي موجود لإلي اللي هو مين؟ اللي هو النود 3. وبنصير نسال نفس الحكي, هل في حدا ادجسنت للتنين؟ وبنعمل اكسبلور لمين؟ لهي الباب. صح كيف كان الباب؟ انه كان واحد اللي مريتي على الواحد, بعدين رحتي على التنين, بعدين رحتي على وين؟ على الخمسه. هلا ممكن واحد يقول لي طب انا ممكن اعمل باب بطريقه ثانيه, ممكن اجي اقول لا هاي الواحد مين ادجسنت لإلي؟ الخمسه. طب روح عند مين؟ عند الخمسه. يعني كأنه واحد أخذ قرار بطريقة زار الخمسة غير الطريقة اللي إيش اللي زارها. بغض النظر زرته بهاي الطريقة وزرته بهاي الطريقة, النود كم مرة بده ينزار؟ مرة واحدة فقط. دائما ببدأ من نود, اختار أي نود وبتنتقل للنود التالي. مين هو النود التالي اللي بنتقل له؟ واحد من الأدجيسنت لإلي. بضلني ماشي بهذا الباب لغاية ما أصل إلى نود, هذا النود نو مور أدجيسنت نود, نو مور أدجيسنت فيزيتد نود, يعني ما ضل حدا ما زرته عندي بهاي النود. ساعتها بعمل باك تراك للنود اللي قبل وبجي بسأل في حدا ادجسنت لإلي ما زرته, وبنكمل نرسم الباكتس. الفكره المهمه هون لازم في الاخير كل النودز اللي موجودين عندك هون بصير ايش؟ بصير موجودين عندك هون. اوكي؟ اي الجوريثم له انبوت وله اوتبوت. الاوتبوت اللي موجود كونه انه رح يكون عندك اكثر من باب, فبنسميها ديبث فيرست فورست. فورست يعني غابه. انت عندك باث وعندك باث وعندك باث, وهذول الباثات الباثز متقاطعين مع بعضهم البعض, فبكون شكلها زي شكل مين؟ زي شكل الباث. فرح يكون عندنا ديبث فيرست فورست. كمان في عندي داتا ستراكشر رح تكون للنود, بس واحده من الداتا ستراكشر اللي موجوده عندي هون الدي كانت في البريث ديستانس. هون كل نود رح يكون له تو زمنين, تو تايمز. الزمن الاولاني الديسكفر تايم يعني امتى اكتشفت النود, والزمن الثاني الفينش تايم يعني امتى ما ضل حدا. هي الدن والاكزامينينج بيز ادجسنت ليست, يعني ما ضل حدا حوالي ما زرته, وبالتالي شو بصير عندي؟ بصير عندي هذا النود له فينش تايم. إذا هذا الانبوت لإلي لازم يكون في عندي فورست, ولازم يكون عندي ديسكفر تايم, وبدي يكون عندي فينش تايم. هلا الطريقة اللي موجودة عندي هون إنه أول شغل زي ما حكيت سيرش ديبر إن ذا جراف ونيفر بوسيبل. شو يعني ونيفر بوسيبل؟ يعني أز لونج أز في عندي حدا أدجسنت لإلي ما زرته بدي أروح أزوره. أز بروح ديبر, بمشي من واحد لاثنين لثلاثة لأربعة لخمسة, خلص خلصت ما ضل حدا, برجع رجوع لمين؟ للي أنا. Edges are explored out of the most recently discovered vertex that still unexplored edges. يعني انت بتروح من واحد لتنين, التنين مش اكسبلور, بتعمل لك اكتشاف من تنين لخمسه, وبعد
وتكمل بهاي الطريقة. بعدين after all edges، طب أنا خلصت ما ضل عندي خمسة، ما ضل عندي حدا، شو بلش بعمل؟ بعمل إشي اللي بيسموه هون إيش؟ باك تراكس. لوين بعمل الباك تراك؟ للبيرنت، لمين؟ للنود اللي أنا واقفة عليه. وآخر إشي زي ما حكينا لازم كل النودز اللي موجودة عندك في الأوريجينال جراف تبين وين؟ تبين في الجراف النهائية اللي إحنا حنسميها depth first search forest، هي اللي بتكون موجودة عندنا. طب بيجي السؤال المهم، هل بالضرورة إنه depth first search forest تكون يونيك؟ يعني اللي أنا أطلعها نفس اللي طلعها أي واحد ثاني منكم؟ لا، لأنه إذا انتبهت هاي فورست مثلا خلينا جزء من باب، واحد مشي بطريق واحد اثنين خمسة، واحد مشي بطريق واحد خمسة، فكل واحد بيختار بعد في الأخير كلهم لازم يبينوا هون، بس مش بالضرورة الفورست هاي تشبه فورست تبعتك، لأنه أنت اخترت باكس مختلف، واحد بدأ من الثلاثة فاختلفت الرسمة عنده، قال ثلاثة بتودينا على اثنين، بتودينا على خمسة، ما ضل عندي حدا أزوره برجع لاثنين وبنكمل، بينما الاثنين هون وين بينت؟ بينت في الباس تبع مين؟ تبع واحد. فبدي اياك تفهم شغله انه الدبت فيرست سيرش فورست مش يونيك الا اذا قلنا الكلمه السحريه اللي هي ايش؟ زور النود باعتبار كرونولوجيكال اوردر. شو يعني كرونولوجيكال اوردر؟ يعني ترتيب تصاعد. يعني ساعتها لما يكون عندك بمين تبدا؟ بالاصغر، هاي واحد. لما يكون عندك اثنين ادجيسنت لك بمين ببدا؟ بالاصغر، اثنين. لما يكون عندك اثنين ادجيسنت لك مين ببدا؟ بالاصغر. ساعتها كلياتنا بتطلع معنا مين؟ بتطلع معنا نفس الباب. نعمل 2 3 اكسرسايز كمان شوي وبنشوف فكره ايش؟ فكره الفيزيتنج لهي النود. واخر شغله انه اذا انت زي قبل شوي حكيت رسمنا باب، في هذا الباب حطينا مين؟ حطينا واحد واثنين وخمسه، اوكي؟ ما ضل عندي من خمسه، ما ضل عندي من اثنين، ما ضل عندي من واحد، رفلي يعني. هل كل النودز اللي موجودين كلهم عندي هون؟ لا، بينت الاثنين لانه عن طريق الواحد، بينت الخمسه لانه عن طريق الواحد والاثنين والاثنين، بس انا لسه بدي الثلاثه والاربعه، فباجي بقول اعمل باب ثاني بدا من الثلاثه روح للاربعه وبتكمل وبترسمهم بهي الطريقه، مش بالضروره كلياتنا يطلع معنا من نفس الفرز. فاذا عندك undiscovered vertices remain، يعني هاي النود اللي طلعوا معي بهذا الباب واحد واثنين وخمسه، مين بقي عندي؟ بقي عندي ثلاثه واربعه، يا بتبدا بالاربعه بتطلع معك باب، يا بتبدا بالثلاثه بتروح على الاربعه بتطلع معك مين؟ بتطلع كمان باب. هلا بس نشتغلهم بتبين ايش؟ بتبين هاي الامور كلها. طيب الداتا ستراكشر اللي موجوده عندنا، مش احنا كل ما نشتغل على الجوريثم لازم نحدد الداتا ستراكشر اللي موجوده عندنا. اول شيء بالداتا ستراكشر كونه عندي ديسكفر تايم وفينش تايم، في بنعرف ناخذ قيمه الديسكفر تايم وفينش تايم من جلوبال فاريبل اسمه ايش؟ اسمه تايم. والجلوبال فاريبل هو عباره عن انتجر فاليوز، يعني كل مره بزيده بمقدار واحد. هلا الرقم اللي بعطيني اياه يا بودي على ديسكفر تايم، يا بودي على مين؟ يا بودي على الفينش تايم. الكلر فكرتها زي فكره البرنت فيرست سيرش، في عندنا كم نوع، كم لون؟ ثلاث الوان، انه وايت هذا النود مش معمول له ديسكفر يت، جراي انه وايت بروسيسنج، وبلاك شو معنى بلاك؟ يعني ما ضل حدا ادجسنت لإلي مش عامل له اي ايش؟ اي ديسكفري. فاذا كان النود بهذا الشكل لا ديسكفر تايم ولا فينش تايم، شو بكون لونه في هاي الحاله؟ بكون لونه وايت. طب اذا كان النود بهذا الشكل بس لونه جراي، عشان يكون لونه جراي بيكون عندي الدي اوف يو، دي اوف يو اللي هو ديسكفر تايم انتجر رقم، اوكي؟ وهذا بس عباره عن سبريتر، بس عباره عن فاصل بين الديسكفر تايم والفينش تايم. اذا كان النود بهذا الشكل في له ديسكفر تايم وفي له فينش تايم، شو بفهم في هاي الحاله؟ انه لون هذا النود راح يكون ايش؟ راح يكون بلاك. فهو بيكون وايت قبل ما نحدد له الديسكفر تايم، في اللحظه اللي بحدد الديسكفر تايم بضله جراي لغايه ما اخلص من كل النودز اللي موجودين عندي في الباثز تبعتي، بعملها ديسكفري وبعدين بخليه بلاك. وانس صار بلاك بضله ايش؟ بضله بلاك. اصغر رقم عندي ديسكفر تايم رح يكون واحد، واكبر رقم ديسكفر فينش تايم رح يكون عندي ايش؟ اثنين مضروب بعدد مين؟ بعدد الفيرتيسز. هلا رح نحكي عنها. اذا كل نود له ايش؟ له لون. كل نود له بريدسيسر، والبريدسيسر المقصود فيها ايش؟ الباي اوف يو اللي هو البيرنت. يعني زي قبل شوي الواحد وداني على التنين، مين البريدسيسر للتنين؟ الواحد. التنين ودتني على الخمسه، مين البريدسيسر للتنين؟ سوري الخمسه، التنين. مين البريدسيسر للواحد؟ الروت ما له ايش؟ الروت ما له بريدسيسر، يعني النود اللي ببلش فيه ما بيكون له ايش؟ بريدسيسر. فكل نود له لون، كل نود له ديسكفر تايم وله فينش تايم، وكل نود له ايش؟ كل نود له بريدسيسر. وكم مره بدي ازور النود؟ مره واحده فقط، اوكي؟ معناته الاوتبوت عندي اللي لازم انا هلا اشوفه شغلتين. الاوتبوت عندي اول شغله
لازم يكون في عندي الدي اف اس فورست اللي هو الديبث فورست ديبث فورست سيرش فورست والشغله الثانيه هلا النودز بدي ازوره مره واحده فقط بس النودز في بناتهم ايش في بناتهم ايدجز بدنا نعمل ما يسمى ايدج كلاسيفيكيشن تصنيف لمين تصنيف للايدج التصنيف يساعد كلاسيفيكيشن التصنيف يساعدني اني احدد نوع الايدج اللي موجود عندي وين اللي موجود عندي بهاي الالغوريثم عندي تو الغوريثمز فعليا اذا بدنا نشتغل على الدبث فيرست سيرش في عندي تو الغوريثمز الالغوريثم الاول عن اسمه دي اف اس دبث فيرست سيرش باخذ تو باراميترز الفي تمثل كل الفيرتيسز والاي تمثل كل الايدجز بتعمل خطوتين هذا الالغوريثم الخطوه الاولانيه اللي هو الانيشاليزيشن بروسيس والكل صار عارف شو يعني الانيشاليزيشن بروسيس بتعطي انيشال فاليو لكل النودز فمعناته كل النود شو بصير لونها واي وكل النود شو بصير البريدسر لها اثنين نعطيها قيم ابتدائيه والقيمه الابتدائيه اللون وايت والبريدسر هو عباره عن مين عن الخطوه الثانيه اللي هو احنا حكينا بدنا ناخذ رقم عشان نحط هذا الرقم مره للديسكفر تايم مره للفينش تايم فهذا الرقم سميناه تايم وهو جلوبال فاريبل والانيشال فاليو ايش راح يكون صفر احنا ما راح يكون عندنا زمن صفر ديسكفر تايم اول زمن بيكون عندي واحد واخر زمن بيكون عندي اثنين مضروبه في نمبر اوف فيرتيسز هذا الالجوريثم الشرط الاساسي اللي بيعمله شغلتين الاولى الانيشاليزيشن بيعطي قيم ابتدائيه لكل النود من الكلر والبريدسيسر والشغله الثانيه بيجبرك انك تزور كل النود وين اللاين اللي بيجبرك تزور كل النود لكل نود موجود عندنا في 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 هي ايش هي ايش هي يو في دبليو اكس واي زد اذا كم مره راح يمشي هذا اللوب كم مرة راح يمشي هذا اللوب بعدد مين بعدد الفيرتيسز راح يمشي ايش راح يمشي هذا اللوب هلا امتى بكمل امتى بكمل وبنشئ بار as long as شلونك لونك وايت انه has not been discovered يعني ما لسه ما عملت كرييت لاي باق عن طريق مين عن طريق هذا اللون اذا كل ما انا بدي اعمل ديسكفر بدي اعمل كرييت لباق كل ما بيكون لونك وايت بدي اعمل كرييت لباق كل ما بيكون لونك وايت بدي اعمل كرييت لباق الالجوريثم الثاني اسمه دي اف اس فيزت الدي اف اس فيزت هو اللي بورجيك الباق كيف عماله ايش كيف عماله بتنشر اذا في عندنا تو الجوريثمز الالجوريثم الاولاني اللي هو الدي اف اس هذا بيعمل انيشاليزيشن والخطوه الثانيه انه لازم يزور كل النود بناء الفورست عن طريق مين عن طريق الالجوريثم اللي اسمه دي اف اس فيزت لاحظ every time دي اف اس فيزت is called معناته شو بيكون لون اليو بيكون لونها وايت شو معناته بصير لونها جراي شو معناته بصير انا الرود وبدي اعمل اكسبلور مني لمين للنود اللي بعد مني او اللي موجوده وين اللي موجوده في هذا الباب فكل مره بتناديه معناته يو بيكمز للروت اوف ذا نيو تري ان ذا ديبث فيرست فورست اللي انت بدك ايش اللي انت بدك تبنيها في عندنا تو اوتبوت هلا بدنا نشتغل فيهم ان بارلل اول شغله دي اف اس فورست وهي رح نكتشفها هلا لما ننشئ باب والشغله الثانيه الايدج كلاسيفيكيشن انه بدنا نحدد نوع الايدجز اللي موجوده بين النودز وتذكر انه النود كم مره بدي ازوره مره واحده فقط هلا نيجي على الالجوريثم تبع الدي اف اس فيزت وهذا الالجوريثم هو اللي بدي اعمل كرييت للباب ولو فرضنا انه احنا موجودين بالجراف اللي موجوده قدامك يو في دبليو اكس واي زد ولما مشينا على الالجوريثم خلينا نرجع مره ثانيه سريعا لما مشينا على اول يو كمان مره يو هون شو هاي كاونتر يو هاي شو هي اسم النود اللي موجود عندك وين بالجراف لنفترض انه بدانا باول يو اوكي باول نود اللي هي اليو شلون كي انيشال كلياتهم واي فمعناته انت بهلا بتعمل دي اف اس فيزت مين بصير عندك هلا الروت راح يصير عندك الروت ايش اللي هي مين اللي بدي انشئ الفورست هون والكلاسيفيكيشن راح تكون على الجهه الثانيه هاي راح ابدا بمين راح ابدا بيو مجرد ما اجيت هون مجرد ما اجيت هذا اسمه دي اف اس فيزت يبدا من النود اللي لونه كان وايت انه هلا بدي اعمل باب يبتدئ من وين يبتدئ من هذا النود بنخلي اسم النود برا عشان نحط بقلب النود اللي هو ديسكفر تايم والفينش تايم شو بصير لونه بصير لونه جراي شو الزمن كان عندي صفر صفر زائد واحد واحد هاي حطيت الرقم واحد هون مش حكيت لك هون رح يكون انتجر نمبر ما عندك رقم واحد ونص واثنين ونص وثلاثة وربع ما رح يكون عندي غير ايش غير انتجر نمبر الزمن هذا جلوبال فاريبل كل مره بتزيده بمقدار واحد يا بتخزنه للديسكفر تايم يا بتخزنه لمين يا للفينش تايم انت اللي بتحدد وين بدها تروح مين وين بدها تروح هاي تلقي طيب انا
شو الفكرة اللي موجودة عندي هون؟ شو بدي أعمل؟ بدي أعمل كرييت لإيش؟ لهذا الباب. فشو باجي بقول مين adjacent لإلي؟ هاي أنا النود يو، مين adjacent لإلي؟ هلا ممكن واحد يروح V وكذا ويمشي باب، ممكن واحد يروح X وكذا ويمشي باب ثاني. حكينا DFS forest is not unique. أوكي؟ طيب لنفترض إنه أنا بدي أنتقل من U لفي، اللوب الداخلي هذا كم مرة راح يمشي؟ بعدد مين؟ بعدد adjacent لإلك. ممكن يكون adjacent لإلك زيرو. إحنا بنحكي على دائرة الدوران. يعني إذا سألتك مثلا نود ممكن ولا نود عندي كلها منهم adjacent، فممكن يكون adjacent لإلك زيرو، ممكن يكون adjacent لإلك كل النودز اللي موجودين. السؤال هذا بيمشي عدد محدد من المرات ولا كل مرة بيمشي عدد معين حسب الأدجيسن؟ كل مرة بيمشي عدد معين حسب مين؟ حسب الأدجيسن. هدول عشان ينشون الباب، هدول الثلاث جمل اللي في الأخير هم الثلاث جمل اللي بغيروا لون النود لبلاك، إنه في حالة إنه أنا واصلة إنه كل الأدجيسن اللي زرتهم بغض النظر شو لونهم زرتهم، وبالتالي إيش؟ وبالتالي انتهيت من زيارة مين؟ انتهيت من زيارة هذا إنه. طيب نبدأ بالنود يو، كم واحد adjacent لإلي؟ 3. إذا لازم يمشي هذا اللوب كم مرة؟ مرتين. لنفترض إن أنا بدي أروح من يو لبي، شو لونك يا في؟ واي. شو معناته واي؟ معناته أنت بتصير البريديسيسر لهذا النود، وبتبطل هلا أنت الروت as a يو. مين بصير الروت اللي موجود عندي؟ اللي هو إيش؟ البي. ليه بصير عندي الروت؟ لأني بعمل ريكيرسيف كول لدي اف اس فيزت من عند وين؟ من عند البي. الواحد بيقول لي طب وهدول؟ ما بنشعلهم الا لما اخلص كل الباث تبع مين؟ تبع اليو. اذا انا انتقلت من يو ل بي، هذا بيقودنا لاول ديفينيشن في الايدج كلاسيفيكيشن. بدنا نبني الفورست وبدنا نحدد الايدج كلاسيفيكيشن. ففي الايدج كلاسيفيكيشن عندنا اذا كانت الدايركتد جراف كلاسيفيكيشن إذا كانت دايركتد جراف في عندنا أربع أنواع من إيش؟ من الإدجز. أول نوع بنسميه التري إدج، أوكي؟ التري إدج اللي موجود عندك، لنفترض أنت في A، طالما أنت في A شو اللون اللي أنت موجود عنده؟ لازم يكون إيش؟ جراي، أنا موجود بمين؟ بهذا اللون. وانتقلت للنود B، شو لونك يا B؟ إذا كان لون B وايت، خلينا نقول W، فمعناته هذا بنسميه التري إدج. ودائما نعمل في اج بايش؟ بطريقه انه بتخلي الخط ايش ماله؟ مرتك، اوكي؟ بتزيد الثكنس تبع المين؟ تبع هذا الخط. فبالتالي انا باليو شو لونك يا في؟ ايش لونك يا في؟ واي. اذا شو نوع هذا الاج؟ هذا الاج نوع في اج، وباجي على مين؟ على الفي، وبعمل كول لدي اف اس فيزت من عند مين؟ من عند الفي. استني يا يو برجع لك اكمل لك، برجع بكمل كل هذا لإلك بس اخلص مين؟ بخلص الباب. مجرد ما دخلت على الدي اف اس فيزت للفي شو بخلي لونها؟ جري. شو الزمن اللي موجود عندي؟ واحد زائد واحد شو بصير؟ 2. وبخزن الرقم لمين؟ للفي. لاحظ الزمن شو بيعكس عندك؟ انه انت اكتشفت اليو عن زمن واحد، بعدين اكتشفت الفي عند زمن 2، معناته الفي موجوده في طريقي ولا مش موجوده في طريقي؟ موجوده في هذا الباب ولا مش موجوده؟ موجوده. انتقلت من يو لوين؟ لفي. واحد بيقول لي طب اذا بدي من يو للاكس، حط اعملها بالطريقه اللي بدك اياها، حطه عندك باب غير الباب اللي موجود ايش؟ اللي موجود عندي. طب هلا انا في بي، مين الادجيسنت للفي؟ هل بعتبر الاكس ادجيسنت لإلي؟ لا، الادجيسنت لإلي الاج لازم يكون طالع واي. كثير منيح، معناته اللوب هذا كم مره رح يمشي؟ مرة واحدة فقط. شو لونك يا واي؟ لوني واي، معناته ايش؟ ما حدا بتشوفني لسه. إذا شو نوع الإدج رح يكون في هاي الحالة؟ شو نوع الإدج؟ هاي الواي. شو معناته الجملة البريديسيسر للفي بيساوي اليو؟ يعني أنت يا في رح تصير البيرنت لمين؟ لهذا النود اللي اكتشفناه جديد. وببطل الكونسيرن تبعي إني أدور من عندك، بصير مين الروت لإلي؟ مين الروت لإلي؟ النود الجديد اللي هو مين؟ اللي هو النود واي. مجرد ما اجيت عند الواي شو بصير لوني؟ جراي. شو الزمن؟ شو اخر زمن؟ 2. شو بصير؟ 3. وبعمل اساين لهذا الزمن لمين؟ لا الديسكفر تايم. شايفين انا بزيد الكاونتر وانت اللي بتحدد اذا بدك تعطيه ديسكفر تايم او اذا بدك تعطيه ايش؟ فينش تايم. طلعوا الباب مبين عندي انه والله من يو لفي، من في لواي. كيف تقرا الباب؟ كيف بعرف شو لون الواي؟ اذا فيها رقم واحد شو بكون لونها؟ جراي. إذا ما فيها أي رقم شو بكون لونها؟ واي. وفيها رقمين شو بكون لونها؟ بلاك. أوكي؟ طيب هلا بالواي، مين الأدجيسنت للواي؟ ما عنديش غير نود واحد اللي هو الإكس، معناته هذا كم مرة رح يمشي؟ مرة واحدة. لاحظ هاي ما قربتش عليها ولا لأي نود.
اوكي مش نسيتها. اذا انت بتعمل ريكيرجن هذول الجمل كلاتهم بنحطهم عندك بالستار، فعندك في البطن في الستار الثلاث جمل خاصين باليو، بعدين الثمن اللي فوق منها الثلاث جمل خاصين بالفي، بعدين اللي فوق منها الثلاث جمل خاصين بالواي. عشان هيك بس يخلص بصير يعمل بوبب ويطلع مين؟ يطلع الموست ريسنت نود اللي موجود عندك وين؟ في الستار. مين الادجسنت للواي؟ الادجسنت للواي اكس. شلونك يا اكس؟ واي. اذا شنو نوعه هذا؟ 3 ايدج. خلص انا مجرد ما اشوف الخط بتكنس بهذا الشكل بعرف انه ايش؟ بعرف انه 3 ايدج. 3 ايدج يعني هو الخط اللي بيكون بقلب ايش؟ بقلب الباك، يعني كانه خط الرئيس، اوكي؟ وبحط مين في هاي الحاله؟ بحط اكس. هلا ببطل الروت، انت بتصير بريديسيسر لإلي، بيرنت لإلي، وبوقف الدي اف اس فيزيت، بتبطل انت الروت، بعمل ريكيرسيف فورم من عند الاكس وبنام الاكس. مجرد ما ناديت من عند الاكس شو بصير لون هالاكس؟ جريد. شو اخر زمن وصلت له؟ 3 زائد 1 4 وبعطيها لمين؟ وبعطيها للاكس، اوكي؟ طيب شو لونك يا اكس؟ جريد. مين الادجسنت هلا للاكس؟ مين الادجسنت موجود للاكس؟ البي. هل البي تساوي الواي؟ لا. شلون البي؟ جري. بزورها؟ ما بزورها. هلا انا ما بزور النود غير مره واحده فقط، فانا ما راح ازور البي كمان مره، بس في بينه وبين البي في ادجز نفهم، بدنا نعمل كلاسيفيكيشن لهذا الادج. فالنوع الثاني من الادجز بنسميه باك ادج، والباك ادج بيكون اذا انت كنت بنود A وانطلقت لنود B، اوكي؟ وكان الكلر للنود B هو جري، معناته هذا بنسميه ايش؟ بنسميه باك ادج. لشو معناته باك ادج؟ وينك يا اكس؟ مين الادجسنت لها؟ احنا حكينا الادجسنت لها هو مين؟ البي. يعني من اكس لبي بيكون ايش؟ بيكون باك ادج. لشو معناته دائما الباك ادج؟ الباك ادج انه انت في مكان بتاشر على نود اكتشفناه، اول شيء انت في نفس الباك لهذا النود، صح؟ انت موجود في نفس الباك، لا يمكن يكون باك ادج وانت في باك وهو في باك، هاي اول شغله. الشغله الثانيه الباك ادج دائما بيكون لنود اكتشفته قبليك، طلع الديسكفر تايم عندي هون قد ايه؟ 2، والديسكفر تايم هو عندي ايش؟ 4، اوكي؟ فهذا النود اكتشفته قبليك فانت موجود في نفس الباك لمين؟ لهذا النود. ما بزوره مره ثانيه بس بعمل كلاسيفيكيشن لمين؟ لهذا الاتش، كويس؟ طب ضل حدا، انا هلا هون عند مين؟ عند الاكس، ضل حدا للاكس ما زرته؟ يعني في ريكيرسيف كول بتتنادى من هون؟ لا. اذا بنهي هذا الموضوع، شو اخر زمن عندي؟ أربعة. شو بصير؟ 5، وبعمل اساين لهذا الزمن لمين؟ للفينش تايم، لان هو نود للنود اللي انت ايش؟ اللي انت واقف. هلا لو انت بتبرمج مباشره هذا كله اجى من ورا الريكيرسيف كول لمين؟ لهي النود. فانا بطلع هاي النود بعمل باك تراك لمين؟ للواي. ليه بعمل باك تراك للواي؟ ما بروح مباشره هون، برجع لهي الجمله. ضل حدا، يعني انت رحت من واي لاكس لانه اكس ادجسنت لك، ورحت من واي لاكس لانه اكس واي. خلصنا، برجع للواي، ضل حدا للواي ما زرته؟ لا. يعني في حدا جسم تقيل لونه واي ما زرته؟ لا. شو باجي بعمل في هاي الحالة؟ بنهي هذا الدوران اللي موجود عندي، وشو بخلي لون النود اللي أنا واقفة عليه بلاك؟ شو آخر زمن وصلنا له؟ 5، تايم كاونتر، بصير 6، وبعمل أساين بالستة لمين؟ للنود اللي هي الواي، وبعدين بنعمل باك تراك لمين؟ لنفس النود. لاحظ، طول ما أنت ماشي في الباك بتعمل باك تراك ما بتروح على نود جديده، اوكي؟ بترجع للنود اللي موجوده عندك وين؟ في الباك. ليه؟ لما بتعمل اكسبلور لمور باكز من وين؟ من هذا النود. اطلع لمين؟ للفي. يلا يا في السفن وين موجوده؟ هون. كل هذا لانه انا قلت مين ادجسنت لإلي؟ الواي. ضل حدا ادجسنت لإلي ما زرته، الفي ادجسنت ما زرته، ساعتها بعيد بوقف هذا اللوف وباجي شو اخر زمن موجود عندي؟ 6، بصير 7، اوكي؟ وبعدين بنهي وباجي لمين؟ باجي لليو. طب ضل حدا موجود في اليو ما زرته، كل هذا صار لاني زرت مين؟ البي. بس انا في عندي نود ثاني، مين هو النود الثاني؟ الاكس. بس شو لونك يا اكس؟ هل اكس لونها وايت؟ لا. لا، زرتها؟ زرتها من قبل، ما في داعي ازورها مره ثانيه. لا، ما في داعي ازورها مره ثانيه، بس في ادج. فبدنا نصنف مين؟ هذا الادج. هلا التصنيف الاخير اللي هو 3، انت بتنتقل منه اذا كان انت من A، خلينا نجيبها بهذا الشكل، من A ل B، اوكي؟ وكان الكلر للبي از بلاك. في عندنا نوعين من الادجز،
يا إما إذا كان الديسكفر تايم للأ أقل من الديسكفر تايم للبي ساعتها من أ لبي بنسميه من أ لبي بنسميه فورورد إيدج ونعطي حرف الإيدج فورورد إيدج ونعطي حرف الإف. إذا كان الديسكفر تايم للأ أكبر من الديسكفر تايم للبي معناته في هاي الحالة عندي من A لبي هو عبارة عن H وبنسميه نعطيها في C وبنسميه H وبنسميه cross H. هلا رح أفهمك شو الفرق بيناتهم. في طريقة تميز إنه إمتى cross H هو forward H. هلا أنا عندي اليو مين adjacent لي؟ الإكس خير الإكس adjacent لي ما بزورها مرة تانية بس بصنف في الإتش. النود بنزار مرة واحدة فقط مش معقول هذا النود بزوره كل مرة بزوره بعطيه رقم مختلف لا أول مرة بزوره بعطيه رقم وبسخلص منه بعطيه إيش بعطيه رقم تاني إذا بدي أزوره مرة تانية ما بزوره مرة تانية بس بعمل كلاسيفيكيشن للإتش. هلا الإكس موجودة بهذا الباب شو لونك يا إكس لا طيب معناته عندي يا إما فورورد إتش حرف الإف أو كروس إتش حرف السي باجي بتطلع شو الديسكفر تايم عندي هون واحد شو الديسكفر تايم عندي هون أربعة شو معناته فورورد إتش شو يعني دائما الفورورد إتش الفورورد إتش هو عبارة عن إتش بربط نود ونود بنفس الباب لاحظ مش الإكس مش طالع لبرا بنفس الباب أنت ما اكتشفت الإكس اللي عن طريق مين إلا عن طريق النيو لما دخلت باليو ومشيت في الباب اكتشفت الاكس وخلصت من الاكس وبعدين رجعت لمين رجعت للو فشو بنسميه في هاي الحاله بنسميه فورورد ايدج. هلا ضل حدا اذا من الادجسنت لي الفي خلق لي هذا الباب الاكس ما اعطاني باب ثاني لان انا اوريدي ايش زايرته فبالتالي انهيت الباب اللي موجود عندي وبروح بخلي شو اخر زمن موجود عندي هون اخر زمن 7 بخلص 8 لوين رح ارجع مش احنا قلنا في عندنا 2 algorithms الالجوريثم الاولاني الدي اف اس اللي بدا من اليو راح ارجع للالجوريثم الاساسي اللي هو مين اللي هو هذا الالجوريثم كل هذا انشاته بس لانه اجيت على مين على اليو واي وعملنا دي اف اس بدل للفي كمان مره ريكيرسيف كول للواي ريكيرسيف كول للاكس ريكيرسيف كول خلصت اوكي فانا بس بدي ارجع برجع لمين برجع لهذا الالجوريثم كم مره راح يمشي هذا بعدد مين الفيرتيسيز يعني لو مثلا قلنا اليو طب الفي شلونك يا في مش واي ما بزورها شلونك يا دبليو واي اصلا مش موجوده ايش موجوده عندي هذا بجاوبك على الجمله اللي قبل شوي البوليت اللي كانت موجوده انه بنكرر هذا الالجوريثم عدد معين من المرات حتى كل النودز اللي هون يبينوا عندي وين يبينوا عندي هون. طيب نرجع هلا للدبليو اذا باجي على الدي اف اس بزت ومجرد ما اجيت على الدي اف اس بزت هاي الدبليو اللي موجوده عندي اوكي برسمها اي مكان انت بدك اياه شو اخر زمن موجود عندي 8 شو بص مش واحد يصير يقول لي 1 8 لا اخر زمن موجود عندي 8 شو بصير عندي بصير 7 مين ادجيسنت للدبليو كم مره راح يمشي هذا الدوران راح يمشي مرتين لنفترض انه بدي اروح على وين على الزد شو لونك يا زد واي اذا هذا شو نوعه 3 اتش هاي الزد عباره عن 3 اتش مجرد ما اجيت على الزد بتكون انت الدبليو فين انت الزد وبعمل ريكيرسيف كول يعني ما بشتغل لها بعمل ريكيرسيف كول شو يعني ريكيرسيف كول معناته صارت الزد هي البيرو طيب مجرد ما اجيت عند الزد شو بصير الزمن 9 لا يمكن شوف طلع لا يمكن واحد يكون حاطط 9 12 وهذه فاضيه غلط لازم الرقم اللي هون يكون داخل التيبل هلا بنحكي عنها البرانتي سايز ثيرم فتسعة شو الزمن اللي عندي هون 10 مين الادجسنت للزد نفس فهذا بسميه ايش؟ هذا بسميه سيلف لوب، طيب شو نوعه هذا الايدج؟ من نفسي لنفسي، يعني من زد لزد، شو لونك يا زد؟ شو لونك يا زد؟ جريد، شو نوع الايدج؟ باك، وهذا بجاوبك على السؤال، هل دائما الباك هل دائما السيلف لوب هم باك ايدجز؟ يس، بتقدر تثبتها؟ اثبتها. دائما السيلف لوب اللوب اللي من النود للنود نفسه هم عباره عن ايش؟ عن باك ايدجز. طب ضل حدا عندي انا نسيت بهذا اللوب ضل حدا عندي مش ادجيسنت للزد وما زرته لا كلياتهم زرتهم شو شو بصير في هاي الحاله بخلص هذا الرقم اخر زمن 10 بصير ايش بصير 11 لا يمكن يكون في تقاطع هلا بنحكي لك فكره التقاطع اوكي طب برجع لوين برجع على دبليو مين ادجيسنت لإلي واي هون كل هذا خلصته لاني مشيت وين بالزد
مين adjacent لي الواي شلونك يا واي لا اي لون غير الواي ما بعمل كاسف كول اوكي معناته ما رح ازورها بس في عندي ايدج كيف بنصنف هذا الايدج لاحظوا دائما الكروس ايدج هو عباره عن ايدجز بربط نود موجوده في باب ونود موجوده في باب ثاني يعني زي اغصان الشجر اوكي فالكروس ايدجز هذا موجود في باب طلع ديسكفر تايم كثير اكبر من الديسكفر تايم لانه شو معناته هذا موجود في باب يختلف عن الباب اللي موجود انا لاقي ما برجع زور النود بس بصنف الايدج اذا لونك واي بزورك اذا لونك اي لون غير الواي ما بزورك بس بصنف نوع من الايدج فشو بيكون في هاي الحاله بيكون كروس اوكي ضل حدا ما زرته للدبليو لا اذا شو بصير في هاي الحاله لا واخر زمان 12 وين برجع انا ما خلصت بس اخلص كل هاي التريك برجع لوين برجع لهذا الالجوريثم فتأكد انه كلياتهم اللي زرتها البي زرتها طبعا كيف بعرف اني زرتها انه لونها مش ايش مش واحد دبليو زرتها الاكس زرتها الواي زرتها الزد زرتها لما كلياتهم بزورهم ساعتها بيكون عندي ايش بيكونوا كلياتهم موجودين هذه بنسميها الدي اف اس فورست اللي نتجت عندي لاني انا فكرت ازور النود بايش بهي الطريقه ممكن اي واحد فيكم يبلش من الدبليو واحد يبلش من الاكس واحد يبلش من الزد واحد يبلش من البي كل واحد حيكون شغله صح رح يبدا برقم واحد ستارت تايم ورح ينتهي فينش تايم لوحده من هدول النود اللي هي 2 نمبر اوف فيرتيسيز لاحظ اللي هو 12 بس مش بالضروره الفورس تبعتها تكون ايش بتكون نفسها امتى الفورس بتكون نفسها اذا قلنا كلمه كرونولوجيكال اوردر ساعتها كلكم حتبداوا من اللي طبعا عندي بي واكس مين ازور V, W, X, Y, Z إذا بتروح بي عندي مثلاً A و C مين أزور بتروح على A دائماً بتبدأ من الصغير لغاية الكبير لغاية الكبير فهاي هي الفرص اللي بتطلع عندك ولو سألتك الكمبليكسيتي اللي موجودة كيف بتطلع طبعاً كل هذا موجود هون إذا تمشي فيه وتفوت الخطوة خلينا بس نحكي عن هذول الكلاسيفيكيشن للإدجز اللي حكيت عنه قبل شوي بس خلينا نحكي على قضية اللي هي الأناليسز وقضية البارانتيسايز الاناليسيس ببدا الدي اف اس هذه الانيشاليزيشن قديش بدها وقت بعدد مين بعدد الفيرتيسيز فهي في هذا الفور ستيتمنت كم مره رح تمشي يا شباب رح تمشي في من المرات طيب هذا رح تمشي في اذا الاولى في من المرات والثانيه رح تمشي مين في من المرات هلا كل مره بدنا عندي لوك خارجي اللي هو هذا اوكي هذا اللوك الخارجي والدي اف اس بزت بقلبها لوك داخلي اللي هو رح يمشي بعدد مين بعدد الادجيسنت لما نقول ادجيسنت يعني ايدجز اوكي فمعناته انا عندي لوب خارجي بيمشي بعدد الفيرتيسيز ولوب داخلي بيمشي بعدد الادجز معناته لما يكون عندك نستد لوب شو بنعمل نضرب صح لا ما بتضرب اللوب الخارجي بيمشي بعدد الفيرتيسيز واللوب الداخلي بيمشي بعدد الادجز بس الكومبلكسيتي راح تكون ايش نمبر اوف فيرتيسيز بلس مش ضربت اذا ضربت معناها كل فيرتكس لهم نفس عدد الايش الادجيسنت وهذا الحكي مش صحيح ممكن مرة يكون عندي 2 ممكن مرة يكون عندي 0 وممكن يكون مرة عندي ولا واحد adjacent لأي فبتنتهي معك الكومبلكسيتي في هاي الحالة انه V من وين جبنا ال V ها؟ ال V جبناها من هون من هاي for each U ينتمي لل V هاي ال V الخارجية اللي موجودة عندك ومن وين جبنا ال E؟ جبنا ال E من وين؟ من هاي لأن ال DFS بزت انه كل مرة بتزور لي مين؟ بتزور لي ال adjacent هون إذا الجراف عندك directed graph الإدج كلاسيفيكيشن بعطيك أربع أنواع من الإدجز اللي هم تري إدج، باك إدج، وول إدج، وكروس إدج. إذا الجراف عندك undirected graph بيكون نوع الإدجز اللي بتطلع معك فقط نوعين اللي هم تري إدج وباك إدج وتقدر أنت بسهولة إنك تبرهن ليه مرة تري ليش بس بيكون عندي التري بيكون عندي الباك. آخر موضوع ضل هون عندي اللي هو بنسميها طبعا هي بورجيك اياهم كلياتهم انه انا التوتال لكل لوب باخذ الادجستمنت للبي بلس عدد الفيرتيسيز اللي موجوده عندك فهو اي فلا يمكن يكون هذا البي من وين جاي يا شباب باي ذا واي؟ هي جاي من الانشاليزيشن يعني كانه بيطلع معك بي زائد اي زائد مين؟ زائد البي اللي موجوده عندك بتطلع في الاخير ايش؟ 2 بي زائد اي شو بنعمل بالكونستانت؟ بنشيله بيطلع معك بي زائد ايش؟ زائد لا يمكن يكون ضرب لأنه إذا كان ضرب معناها كل واحد بيكون له نفس العدد من الأدجسنت وهذا الحكي مش إيش هذا الحكي مش صحيح طيب خلينا بس في شغلتين
يو بتساوي البيرنت للفي، امتى بتكون اليو تساوي البيرنت للفي؟ يعني اليو هي البيرنت للفي اللي موجود عندك. مين اكتشفنا بالاول عشان انا اكون بيرنت لك في الباك؟ مين اللي بنكتشفه بالاول؟ اليو بكتشفها وبعدين بكتشف مين؟ وبعدين بكتشف البي. فهاي من البروبرتيز اللي موجوده في الدي اف اس، انه اليو بتكون بيرنت للفي، فمعناه في الدي اف اس بزت وللفي واز كولد ديورينج السيرش فيو use adjacent list. يعني انت عشان انا اكون parent لإلك انت بتكون adjacent لإلي، فانا اكتشفوني بالاول وبعدين ايه وبعدين اكتشفوك لإلك. طب في concept اللي هو descendant to ancestor. descendant اي اشي بيجي تحت في الباب في الاخير، ancestor زي ancestor بالعربي يعني اسلاف، يعني الجد وجد الجد، اوكي؟ بينما descendant اللي هو الولد وولد الولد والقصص هاي كلها. فانت بتكون descendant لإلي، يعني زي الباك اللي رسمناه قبل شوي، هاي واحد، هاي يو بي مثلا زي هيك، وبعدين مين؟ الواي، واحد اثنين ثلاثة. انا بعتبر الواي موجودة داخل مين؟ descendant لمين؟ لليو. فواحدة من ال طبعا بحليل بالكتاب اذا ترجع لها، vertex V is descendant ل vertex U in the depth third forest. هذا descendant لهذا شو معناته؟ إنه B is discovered during the time in which U is great. لاحظوا هذا الحكي صحيح؟ آه، لأنه U لما أنا اكتشفت واحد بعدين هون تلين بعدين اجيت هون ثلاثة، أنا موجود في الباب تبعه لسه. U إيش هي؟ لسه U إيش؟ great. ما خلصت إيش؟ ما خلصت منها. فبتكون في هاي الحالة concept هي descendant. واحدة من المواضيع اللي موجودة في depth first search اللي هي parenthesized theorem، وهاي بتفرجيك إنه لما قلنا discover time finish time ما في تقاطع. شو يعني ما في تقاطع؟ يعني ما في نود بيبدأ على زمن واحد وبنتي على زمن خمسة، ونود تاني بيبدأ على زمن اثنين وبنتي على زمن ستة. غلط، ما في intersection. اوكي، البرنتي ساينس ثيرم اذا انت شايف موجود عندي واحدة من الشغلات بتصير او تنتبه تكون واضحة عندك. لاحظ الاس امتى بدأت؟ عند زمن واحد. وامتى انتهت؟ عند زمن عشرة. التي امتى بدأت؟ عند زمن 11. ممكن كمان يكون 10 و10 وهو الكاونتر بيزيد. امتى بدأت؟ عند زمن 11. وامتى انتهت؟ عند زمن 16. هلا شو معناته؟ هذا باب وهذا كمان وهذا كمان. فانت اذا كان عندك نوتس موجودة عندك ان اني دبت فيرست سيرش جراف، بيكون عندك تو نوتس يو وفي، واحد اعطاني يو وواحد اعطاني في، يعني واحد اعطاني اس وواحد اعطاني تي، كله له ديسكفر تايم وفينش تايم، ديسكفر تايم وفينش تايم. واحدة من هذول exactly one of the following holds، واحدة من الأشياء اللي هنحكيها بدها تتحقق. شو يعني discover time لليو مع finish time لليو and discover time للفي and finish time للفي are disjoint؟ شباب الاس تبدأ من 1 ل 10 والتي تبدأ من 11 ل 16، شو العلاقة بيناتهم؟ disjoint. شو يعني disjoint؟ ما حدا له علاقة بالثاني، هذا باب وهذا ايش؟ وهذا باب ثاني. طب شو يعني disjoint؟ يعني أنا مش موجودة هون عندك ولا أنت موجود عندي، مش موجودة في الباك، لا يمكن أكون disjoint وتلاقيني هون، لا يمكن أكون هون زمني أكبر من زمنك وتلاقيني مرة تانية هون، يا بتلاقيني هون يا بتلاقيني وين؟ يا بتلاقيني في الباك التاني اللي موجود. طب شوف هاي شو معناها. discover time لل V و finish time لل V is literally within discover time لل U و finish time لل U. ارسمها، لو بدك ترسمها هاي هال U وهاي هال V. يعني لو سألتك ال Y مع Z أو مثلا ال Z مع مين؟ مع ال S. لا شو معناها؟ مين descendant لمين؟ مين descendant لمين؟ ما انت بدأت بالبي اكتشفت اليو صح؟ نهيت اليو وبعدين نهيت مين؟ بعدين نهيت البي. فإذا الحكي انه يو كومبليتلي داخل بي بتكون اليو هي descendant لمين. طب إذا العكس؟ شو العكس؟ شو العكس؟ انه البي هيك هاي اليو. إذا البي ما في تقاطع، ما في واحد يرسم لي اياها هيك الرسمه، هذه اليو وهذه البي، هذا مش موجود، هذا غلط. اوكي، يا اما بالهمش علاقه ببعض، يا اما اليو كومبليت بقلب البي ساعتها اليو الديسندنت للبي، او البي بقلب اليو ساعتها البي از ديسندنت لمين؟ لليو. لاحظ لاحظ انت بتكتشف بي، شايفين هي ديسكفر تايم للبي هو اقل من ديسكفر تايم لليو. لما انت ليش انت ديسندنت لإلي؟ لانه انا اكتشفتك وخلصت فينش تايم لليو، وانا شو كان لوني لساته؟ جري.
اوكي فانت موجود وين؟ موجود في الباك وبعدين بيجي الفينش تايم لمين؟ الفينش تايم لمين؟ فيا اما بيكونوا disjoint ما حدا له علاقه بالثاني او واحد كومبليت لداخل الثاني. اذا اليو كومبليت لداخل البي اليو disjoint للبي، واذا البي كومبليت لداخل اليو البي بيكون كومبليت للسلم.